مساء الخير، مساء الصحة والجمال عليكم. يا رب يكون كان أسبوع جميل عليكم. النهاردة كان أول فقراتنا مفروض كانت تبقى معانا الشيف شروق بندق وهي مطبخ شيكو، بس للأسف لظروف خاصة بيها ما قدرتش تبقى معانا النهاردة، بس الحقيقة هتبقى معانا بفكرة جديدة وهي مطبخ أونلاين، وهنحاول نشوف فيديوهاتها. معانا أول فيديو ليها، يا ريت نشوفه. ازيكم زيكم، الناس هتضربني على طريقه البيتزا. طيب الطريقه سهله جدا جدا. هحط اول حاجه نص كوبايه ميه، تمام، في الطاسه. الموضوع بسيط اهو، تمام. هحط تقريبا معلقه كبيره، يعني لحد ما زيت زيتون كميتي، تمام. هحط رشه ملح، تمام، وهحط رشه سكر، تمام. السكر ما بينزلش قوي، تمام. وهروح مقلبة بس الحاجات دي كلها مع بعضها، تمام كده، تمام. طيب خلصنا كل ده خلاص، تمام. بروح جايبة الدقيق، بحط شوية دقيق كده حلوين، شايفين؟ وهي اصلا فين بحط كده، حطه كمان، تمام. وبعد كده بحط في نفس الحاجة، بحط يعني نص معلقة ممسوحة مثلا، نص معلقة شاي ممسوحة خميرة، تمام. وبروح بقى عاملة ايه، مقلبة كل ده. شايفين انا لسه بقلب كويس. لازم اي كلاكيع في الدقيق دي لازم كلها تروح. طبعا هتحسوا ان اللي بعمله ده عك وايه ده، بس بجد تطلع حاجه تحفه. بس هي كمان بصراحه يعني القوام ده لا محتاج يتقل سيكه، فانا بس هشيل كلاكيع الدقيق دي وهزود كمان رشه دقيق. دي اهي منظر العجينه بعد ما خلصت، تمام. شايفين بيبقى قوامها عامل ازاي؟ يعني لا سايله قوي ولا بقى اللي هي ماسكه زي العجينه العاديه، بفردها كويس جدا جدا. وزي ما قلنا اهم حاجه اتاكد ان مفيش اي دقيق خالص في الحتت دي، وهبتدي احط الصلصه. ودي هنا بقى بعد ما فردت الصلصه، الصلصه واحنا بنحطها هتحسي ان هي شويه دخلت في العجين، ما تقلقيش خالص من الموضوع ده. بس اهم حاجه زي ما قلت العجينه تبقى سايله قوي، لانها سايله قوي هتلاقي الصلصه بتنزل لتحت، تمام. هبتدي احط، انا هعملها عادي زيتون وجبنه وخلاص، تمام. بس كده خلاص بقى، انا كده حطيت الجبنه وحطيت فلفل على الوش، عشان احنا مو يعني انا عملت واحده سريعه كده بس ايه عشان اوريها لكم. الجبنه اللي انا حطاها جبنه مشلله سوري، وحاطه كمان معاها جبنه شيدر، جبنه مشلله على درجه حراره واطيه على النار لمده تقريبا 15 دقيقه. في الوقت ده بقى هكون محضره الفرن على درجه حراره 200، مشغله الشوايه بس عشان اول ما تطلع يدوب بس تاخد وش كده وبس. تا 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 تا، البيتزا خلصت. طب هتقولولي والعجينة؟ بصوا بقى العجينة، العجينة عايزة اشوف بس كده حتة اقدر اطلع منها اهي، هنفذ هنا كده، بس مش عايزة المعلقة تفعصر. شايفين العجينة من تحت عاملة ازاي؟ تحفة تحفة. شايفين عاملة ازاي طرية ازاي اصلا؟ بس انا بقى ايه، هدخلها دلوقتي الفرن تاخد وش، فهنقلها في حاجة تانية واوريهالكوا بعد ما تخلص. البيتزا اهي جوه الفرن، مفيش اسهل من كده، وطلعت تحفه. وانا اللي كنت فاكره بيتزا الطاسه دي اختراع، انا بس مستنياها تاخد لون بسيط خالص وهطلعها واوريها لكم. تا 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 تا، البيتزا بعد ما طلعت من الفرن ولسه اهي طريه وتحفه، ريحتها حلوه جدا 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 جدا، وبجد زي اللي بره. يعني دي كمان فعلا فعلا تيبيكلي الناس اللي بتعمل بيتزا صح، مش بتكلم اللي بيعمل شويه عجين فوق جبنه، انا بتكلم على الناس اللي بتعمل بيتزا صح بجد بجد.
دي تيبيكلي اللي بره بجد تحفه 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 بجد. البيتزا الصينية دي طلعت اختراع. هقطع لكم حته بقى واوريكم. شايفين هقطع سلايس؟ شايفين الجبنه بجد؟ شايفين الجبن عامله ازاي؟ هي دي الجبنه السوري، هي دي. شايفين تحفه ازاي بجد. شايفين انا بس مش شايفين انا بس عشان هي لسه سخنه فالمفروض تهدى شويه. بس حلوه جدا جدا والف هنا عليك يا رب. لونها ايه؟ عملتها لكم خطوه بعد الوصفة الجميلة دي كان لازم يبقى معانا على التليفون الشيف شروق. اهلا بيكي. ازيك؟ عاملة ايه؟ كان نفسنا تبقي معانا الحقيقة في الاستوديو. اهلا بيكي. بجد غصب عني كان نفسي ابقى معاكي بس معلش حضرتك الظروف. وصفاتك يعني مكسرة السوشيال ميديا وكلها مبتكرة وحاجات سهلة وزي ما احنا شفنا كده ما بتاخدش اكتر من 5 دقايق. عايزة اعرف بس ابتديتي امتى الفكرة ان انت تعملي وجبات وحاجات كده جاهزه؟ هو الصراحه كبيره جدا يعني مضحك في الموضوع. انا ابتديت تقريبا وانا في ثانيه ابتدائي. ده من بدري. كنت صغيره خالص، كنت بقف على كرسي المطبخ كده وانا اصلا مش طايره اي حاجه. كنت بحب اقطع خضار، اعمل محشي، الحاجات دي. من ثانيه ابتدائي ابتديتي محشي على طول؟ شطوره قوي. لا بس كنت بتاعت ماما. لا بعد كده بقى ابتديت صراحه حسيت ان انا نفسي اتعلم فنون الطهي نفسها. يعني بقيت اتفرج على الشيف اللي واخدين ماشين ستار. ماشين ستار دي حاجه عامله زي الاوسكار كده دايما. يعني دي حاجه جايزه رفيعه في المستوى ما بياخدهاش اي شيف ولا بياخدها اي مطعم. ابتديت اتابع ناس من هم واخدين ماشين ستارز بره. ابتديت برضه اتابع ناس شيفات موجودين في مصر وعموما في العالم العربي. شوية شوية ابتديت انا افتكر لنفسي يعني وصفات خاصة بيكي. حاولتي تاخدي اي كورسات او حاجة وصفات خاصة بيكي؟ حاولتي كورسات اونلاين. اونلاين اوكي. والنهارده الطبخ اونلاين وكله اونلاين. بس فابتديت بقى ايه يعني افهم مثلا البهار ده بنسبة معينة ينفع مع الاكلة دي او الاكلة دي محتاجة كذا. فبقيت اكتر بحاول اتعلم تكنيك في الطبخ. التكنيك دي ان انا احاول ازاي كده مع الصفحه عندي ان انا بقول هو اكل مطاعم معمول في البيت. يعني انا فعلا وصلت لمرحله صح. ده السلوجن بتاعكو؟ اه بالظبط. ان انا بقوم بعمل اكل تحسي بعملك مش بتشتهي خالص انك تاكلي بره. بس والحمد لله يعني. ودخلتي بقى على صفحتك صفحه شيكو، دخلتي على الاكلات بقى الثقيله بقى الحاجات اللي هي المحاشي والديوك ودخله رمضان علينا دي الاطباق الثقيله دي. في حاجات انا عملتها بس انا كان اهم حاجه بالنسبه لي ان انا الاكل. انا اتعلمت كمان فود ستايلنج او ان انا ازاي اديكوريت الاكل بشكل كويس. كان اهم حاجه بالنسبه لي ان حضرتك مثلا لما تشوفي صوره الاكل تحسي ان انت ملهوفه على الحاجه، مش مجرد ان انا مصوره مثلا زيت رومي او شويه رز او خلاص، حتى لو اكله بسيطه جدا بس تحسي عايزه يبقى له شكل خاص بيه. بالظبط، تحسي ان هي شهيه قوي من الصوره. بس فدي كانت اكتر حاجه فرقه بالنسبه لي. طب قولي لي كمان ليكي يعني مقادير خاصه؟ يعني بتحطي حاجات خاصه معينه ليكي؟ بصي ما اكذبش عليكي انا مش بحب الحاجات المعقده. يعني انا حتى ما بحبش مثلا ان انا استعين بصوص من الحاجات اللي موجوده في الحاجات اللي هي المواد الحافظه او كده. انا بحب اتعامل طبيعي جدا واطلع الاكله بشكل كويس قوي. بس هي الفكره انا ماليش يعني سر خاص في الاكل على قد ما هي تكنيكس. يعني زي مثلا انا النهارده كنت عايزه اعمل معاكم الحواوشي. فالحواوشي فعلا كل اللي بيذوقه بيقول ان هو زي بتاع المطاعم واحسن. الفكره ان معظم الناس اللي بتعمل الحواوشي بيعملوه دايما في الفرن. فالفرن بياخد سوى اكتر، العيش بينشف، اللحمه بتنشف. انما احنا لو حضرتك خدتي بالك في المطاعم الحواوشي دايما بيتعمل على الطاسه على الجريل. بالظبط على الجريل بالظبط على نار عاليه قوي. فحرفيا بياخد دقايق فالستيل بيبقى جوسي من جوه. طيب عايزين بقى وصفته بما انك معانا على التليفون فحابين نعرف الوصفه. هي الوصفة سهلة قوي خالص. أنا مثلا بجيب كيلو لحمة مفرومة عليهم 4 بصلات مبشورين أو مفرومين بس متصفي من المية كويس قوي، ملح وفلفل، بحط معلقة قرفة كبيرة، بحط
كربونات الصوديوم، ودي بتدي هشاشه للحمه فظيعه جدا، بس مش اكتر من نص معلقه على الكيلو اللحمه المفرومه. وطبعا كيلو اللحمه المفرومه لازم يبقى فيه نسبه من الدهن، يعني مش اقل من عشان 20 يطلع زي المطاعم. ايوه بالظبط، يطلع فيه النكهه اه بتاعت بالظبط المطاعم. كده. ممكن السبع بهارات او بهارات اللحمه، بس حاجه بسيطه قوي، اهم حاجه ان انا احس بطعم اللحمه بس. وبجيب عيش من اللي هو برده عايز جدا، بس يكون طازه. باخد الحاجات دي كلها مع بعضها واحطها في الثلاجه مثلا، ايه تاخد لها تشميعه كده ساعتين ثلاثه. بعد كده بجيب يعني بايدي واحط واحشي ال واخد كوره من اللحمه احشيها جوه العيش، بس مش كتير يعني عشان ما تبقاش اللحمه سميكه قوي. بعد كده بجيب طاسه او جريل، اي حاجه غير قابله للصق. بعملها في حته زبده مع زيت عشان بس ما تتحرقش، واخلي العيش يطحن نص على نار عاليه. ما بتدهنيش اللحمه العيش كمان لوحده الأول؟ لا لا لا، القصد العيش اللي هو العيش الخاص بقى، انا حسيته لحمه. اه لا، ما بتدهنهوش من بره قبل ما تحطيه على الجريل؟ لا 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 خالص، ما اه بعملش اي حاجه، اوكي. لا مش بدهنه. ممكن ادهنه، بس انا اوريدي الجريل بيبقى فيها الزبده والزيت، لان اوريدي الطريقه دي بتخلي الفرخ بتاعت اللحمه تطلع بسرعه، فانا مستخف ان تمام. انا ازود الفرخ او الزيت هيطلع مظبوط جدا. بس وبعمله كده بالطريقه دي. ويا ريت بقى لو في ميه بصل اتفقت من البصل المبشور ادهن بيها العيش، بيدي نكهه للعيش حلو قوي. بس تقريبا بياخد تقريبا 3 دقائق على النار، مش اكتر من كده. حتى لو قطعتيه من النص هتلاقي اللحمه استوت، العيش اتحمص، خد لون حلو قوي. ممكن لو انا عايزه اديله طعم الفحم بولع فحمه كبيره واعملها مع اي بقى سلطه كده بسيطه، طحينه او اي حاجه او بابا غنوج، بيبقى حلو قوي. الحقيقة احنا جوعنا من كتر ما انت بتوصفي، بس ايوه انا كمان جوعت. نتمنى يا شروق تبقي معانا ان شاء الله قريب، لا ان شاء الله قريب، والفرصة ان شاء تبقى الله ده متاحة ليكي. شرفني، ان شاء الله ده شرفني طبعا. تمام، واحنا دلوقتي هنرجع تاني نتفرج على فيديو ليكي تاني. شكرا جدا ليكي يا استاذه رنا، ميرسي يا وفرحت بيا حبيبتي عليكي. ونورتينا، ونتمنى تنورينا شكرا قريب جدا ان شاء ليكي، الله. شكرا دلوقتي احنا جدا. طالعين نتفرج على فيديو تاني لشروق. النهارده بعمل فراخ كنتاكي. اوكي، فراخ كنتاكي اللي انا بعملها، انا عملت محلول ميه. محلول الميه ده انا بقى فيه الفراخ عباره عن ميه وسكر وملح وليمون وتوم باودر وبصل باودر وكزبره ناشفه وكاري وشويه بهارات فراخ وبس. تمام، عايزه اقول لكم اصلا الحته تحفه جدا. بس هي في حاجه، هي الفرخه عندي تقريبا كانت 2 كيلو الا. تمام، فمثلا عايزه اجيب لكم حاجه زي الدبوس. فين الدبوس اهو؟ طيب شايفين اصلا انا مقطعاه ازاي؟ انا ليه عاملاه كده؟ اولا علشان يعني انا عايزه اي دم اي حاجه فيه تنزل. يعني انا طبعا غسلت الفرخ كويس والحاجات دي كلها نزلتها، بس التقطيعه دي هتضمن لي ان الفرخه مع النقع ده هتخلي يعني هتستوي بسرعه. تمام، يعني بعد ما عملها ديب فراينج، وطبعا بعد النقع اللي احنا عاملينه ده مع الديب فراينج هتستوي بسرعه جدا، ففي الاخر هتطلع شكلها تحفه. يعني بغض النظر عن شكلها، يعني تحس ان هي متبهدله خالص. دي مثلا قطعه من الصدر، شايفين عامله ازاي؟ دي هتبقى شكلها بالظبط يا جماعه زي الفراخ كنتاكي. تمام، ودي بقى البهارات. تمام، حاطه دقيق على نشا، دي مثلا شويه ريحان على ملح وفلفل وكاري برضو وشويه بهارات فراخ وتوم باودر وبصل باودر وبس. وكده خلاص، هنشوف هنعملها ازاي. طيب هنبتدي بقى ايه الخطوات بتاعتنا. دي الفراخ اللي منقوع، يعني يا ريت اقل حاجه 3 ساعات او 4 ساعات، وطبعا يفضل ليله كامله. انا بس ايه هعملها كده قدامكم عشان نشوف هتتعمل ازاي، انما انا باقي الفراخ هسيبها لتاني يوم عشان نعملها بكره ان شاء الله. وده ميه ساقعه تلج فيها مكعبات تلج. المفروض ان في العادي تبقى ميه ساقعه تلج بس، لا انا حطيت عليها معلقه كريمه لباني ومعلقه مستردة. انا حابه انكي شويه الميه دي. وده الدقيق المبهر بتاعنا، وده كيس فول حطيت فيه شويه من الدقيق المبهر بتاعنا. تمام،
وده زيت على النار في طاسه او حله عشان نعمل عمليه الديب فراينج، ليها غطا علشان اقدر اخلي الفراخ تستوي ايه بسرعه. تمام. طيب اول حاجه هنعمل ايه؟ هنجيب، انا عندي مثلا اول حاجه دي قطعه اهي من الورك. تمام. هنعمل ايه؟ اول حاجه كده هعفرها سيكه كده في الدقيق العادي اللي هو اللي هنا ده، سهل اهو الموضوع. تمام. بعد كده هنحطها في الميه الساقعه، بعد كده هعفرها هنا تاني في الدقيق اللي هنا ده، بعد كده هحطها في الميه الساقعه، ومن الميه الساقعه للكيس الحراري. طب هنا بقى هنعمل ايه في الكيس الحراري؟ معلش عشان انا بس بشتغل بايد واحده، هنبتدي نرقه. الموضوع ده حلو قوي بجد، نرقه كويس جدا. تمام. نفتح، انا بس عشان بعمل بايد واحده فالموضوع صعب. نفتح، هنلطب الفرخه كويس جدا جدا، شايفين اهي ابتدت. طيب شايفين، انا بقى طبعا الرقه دي هي اللي بتعمل لي كده، الحركه اللي هي بتاعت الدقيق بتعمل لي نفس يعني، او بتعمل لي شكل مشابه للي هو اللي هي بقى هتبقى دي القشره الخارجيه، اللي هو المنظر المعرج اللي احنا كلنا بنحبه، اللي هيبقى مقرمش جدا طبعا. بس بصراحه الرقه دي هي دي اللي بتفرق، رقه الكيس دي بتفرق جدا جدا. طيب انا عندي زيت سخن على النار جدا، بس انا ايه بصراحه محتاجاه يسخن شويه كمان. هنستناه يسخن كده، اختبره كده. لا احنا ممكن دلوقتي نحط الفراخ. طب اول قاعده بقى، وانا بحط الفراخ، الله اكبر الله اكبر، وانا بحط الفراخ مش هسحب الطاسه بتاعتي، يعني الطاسه دي هتاخد قطعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. هنسيبها كده دقيقه على درجه الحراره العاليه دي. تمام. اهي دي اعلى حاجه اهي. تمام. على درجه الحراره العاليه دي، وبعد كده هعمل ايه بقى؟ هروح موطيه. تمام. موطيه ومغطيه. تمام. وهنشوف هنفتح عليها بعد قد ايه بالظبط. طيب احنا دلوقتي لسه على النار، فين احنا دلوقتي لسه على النار الهاديه. هنفتح كده، واو شايفين المنظر تحفه ازاي؟ عايزه اقول لكم ريحتها تحفه تحفه تحفه، والله العظيم بجد ريحتها حلوه قوي. تمام. هعمل هنا دلوقتي، هعلي النار تمام تاني، واسيبها دقيقتين ثلاثه، واروح تاني مغطيه. تمام. نلتزم يا جماعه بالحاجات دي، ان شاء الله تطلع حلوه. يعني احنا كده قلبنا الفراخ على الناحيه الثانيه. تمام. ووطينا النار تاني على الوش التاني، خلاص هنسيبها برده 3 أو 4 دقايق. شايفين لونها عامل ازاي؟ شايفين بجد، وعايزه اقول لكم مقرمشه جدا، مقرمشه قوي يعني بجد ما شاء الله يعني. وعايزه اقول لكم ريحتها تحفه، بس اهم حاجه زي ما قلنا لازم طاسه او طاسه يكون فيها ارتفاع زي دي، او حل او ايا كان، تكون محكمه الغلق جدا، لان احكام الغلق ده هو اللي هيسوي الفراخ بسرعه ان شاء الله. تمام. احنا الوش التاني هو على النار الهادي اهو، هفتح عليه. واو ما شاء الله بجد يا جماعه، عايزه اقول لكم فظيعه فظيعه فظيعه، شايفين من تحت عامله ازاي. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعلي النار عليها دقيقه او دقيقتين كمان، وبعد كده ان شاء الله هنطلع. تمام. انا كده سبتها دقيقتين تانيين على الوش التاني، نطلعها. يا نهار ابيض شايفين المنظر، مقرمشة جدا بجد، حلوة قوي. لازم تلبس بايوكا وتنزل في الشارع.